الجزئيه الثانيه اتحاد الكوره طلع هاشتاج النهارده او من امبارح يعني شجع مصر وكذا بوست على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا واسعار التذاكر وشجع مصر شجع مصر روح الاستاد روح الملعب هاتوا يا جماعه البوست بتاع اتحاد الكوره عشان اقول لكم كمان اسعار التذاكر. شجع مصر يا سلام هو الجمهور المصري العظيم ده ياما وقف مع منتخب مصر بشكل طبيعي ومنطقي يعني اللي كان ليه مناظر ومشاهد عبقرية وتاريخية في بطولات كثيرة ومباريات كثيرة محتاج إنه يتقال له روح شجع منتخب مصر بأمانة بجد ده ينفع مش بلوم على اتحاد الكورة بلوم على بعض المشجعين اللي انا من وجهه نظري ما بشوفهمش ان هم مقصرين بس هم بيتخيلوا دايما ايه؟ يا عم ده جيبوتي منتخب مصر مش محتاجنا كده كده هيكسب من غيرنا. لا لازم تبقى موجود. يا عم ما ماتش سهل ما تأفورش بقى وبتاع والدنيا هتمشي لما يجي إيه ماتش صعب هنبقى نروح. لا تبقى مقصر عارف بالظبط عامله زي ايه؟ عامله زي انه في لاعب يجي يقول ايه؟ هديك تخ... مثال تخيل مثلا محمد صلاح جه قال لنا والله يا جماعه انا مش هاجي ماتش جيبوتي ده عشان هو ماتش سهل فاي لعيبه هتكسب من منتخب مصر فمش لازم اجي انا هكمل مع ليفربول، حضرتك هتقول عليه ايه؟ يا سلام بعمة مقصر ازاي يعمل كده؟ ده منتخب مصر اللي عمله، ده منتخب مصر اللي ساعده، طب لو لا قدر الله خسرنا يبقى هو اللي يشيل الليله، اهو انت كده بالظبط كمشجع. شوف هي منظومه فيها اداره للكوره في مصر، فيها جهاز فني، فيها لاعبين، فيها جماهير. لما بننجح يبقى كل دول نجحوا مع بعض لما بيحصل اخفاق يبقى كلنا اخفقنا فلما انت بتيجي تلوم على منتخب مصر واتحاد الكوره وتقول ايه لا في تقصير من اتحاد الكوره في تقصير من الجهاز الفني في تقصير من اللاعبين انت عملت دورك؟ انت كمشجع اه ليك دور ليك دور طبعا ليك دوره وهو اكبر دور في المنظومه كلها هل انا مثلا قلقان ان الجمهور مش هيبقى موجود في مباراه جيبوتي لا انا مش اتحاد اتحرك انا عارف ان الجمهور هيبقى موجود ان شاء الله يعني هيبقى موجود ومالي المدرجات باذن الله انا بتكلم على الحبه القليلين اللي هم بيبقوا بيتعاملوا مع المباراه ايه لو جامده لو مباراه جامده هروح يعني لو مصر مثلا بتلعب المغرب بتلعب كوت ديفوار بتلعب السنغال هتلاقيني مالي الاستاد كله لو مباراه سهله مشيها لا دي مباراه في تصفيات كاس العالم